لو لقيت العلامة دي في القرآن الكريم اللي هي علامة صلة، يبقى أنت ممكن تقف عند الكلمة دي بس الوصل يعني تكمل، يبقى أفضل، لأن السورة هتبقى كاملة والمعنى هيبقى أكمل. علشان كده الآية دي في سورة الفرقان هتلاقي كلمة دعاؤكم عليها علامة صلة، يعني كمل عشان يبقى المعنى أفضل، فتلاقي ربنا بيقول لك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فهنا علامة الصلة بتقول لك إن الوصل أفضل. قل ما يعبأ بكم ربي